لقد عرضت له شبهة ثم صارت مع الزمن لديهم عقيدة، وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعا. لو سلمنا لهم بهذا على إطلاقه فإنا نسألهم من أين لكم هذا التفريق، وما الدليل عليه من الكتاب والسنة، وأنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ولا يجوز الأخذ به في العقيدة. لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى وتعالى المشركين على تبنيهم الظن واتباعهم إياه، وقال هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ويجب الأخذ به اتفاقا، وإنما هو الشك الذي هو الخلص. فقد جاء في النهاية في غريب الحديث واللسان وغيرهما من كتب اللغة ما نصه الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به. فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فجعل الظن هو الخوف الذي هو مجرد الحذر والتخمين.